ربما غادي يوصل للقصر، لان كاين داك ظهير الاوسمه. هاد ظهير الاوسمه الناس الموشحين باوسمه حينما يرتكبون اختلالات او خروقات او شبهات، تقوم السلطات العموميه، شخص القياد والبشوات والعمال والولاد، او عن طريق النيابه العامه برفع تقارير الى مجلس الاوسمه. وهناك يترتب عقوبات ليبيا، اما توقيف انذار او توبيخ او سحب الوسام بشكل مؤقت او سحبه بشكل نهائي. ولا شك ان الراي العام الوطني والدولي يتابع هذا الملف، لا شك ان قصر الملكي يتابع هذا الملف عن كثب، لان اساءت المغاربه ودنيا باتمار اساءت المغرب بشكل كبير، وخروج ديالها غير محسوب والاستفزازي على مواقع التواصل الاجتماعي خير دليل انها تتبقى تدوش مع مجموعه ديال المواطنين والمواطنات. وكذا خروج ديال احدى الخالات ديالها يقوم بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقد انها لا تشرف الاوسمه الممنوحه لها. الخروج ديال الخالة باطمة في هذا الوقت واستقطاب احد حتى اقول لا اقول كلمه اخرى نقول مغربيات التي تعيش في اقليم الجنوبيه، يحاول نقاش الملف المعروض على القضاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي تحدي للدوله مباشره، وفي مس باستقلال السلطه القضائيه. كذلك الخروج ديال دنيا باطمة بواحد الوابل وابل ديال السب والقذف باسلوب سوقي لا يمت اي صله للمغاربه المعروفين باخلاقهم وشرفهم وعرضهم. دنيا باطمة بالتصرفات ديالها اساءت نفسها واساءت الدوله المغربيه، تحاول التاثير على الجهات القضائيه ولي ذراع الدوله المغربيه باستقطاب احد الاشخاص التي يعيشوا بمدينه بدوله فرنسيه، وتحاول الضغط على الدوله المغربيه. راه دنيا باطمة معها في الجمعيه تدافع على الصحراء. المغاربه دفعوا الاقاليم ديالهم الجنوبيه بالستينات والسبعينات، والان تدفعوا الحدود، باقي الناس من طنجه للقويره في الحدود وفي خلال الملتقيات ومنتديات الدوليه. وهناك رجالات الدوله يقومون بالدفاع على الوحده الترابيه، وهناك ملك البلاد يضمن استقرار البلاد. ليست أغاني دنيا باطمة هي من تحرر الصحراء، أو الأفعال الإجرامية التي ترتكبها دنيا باطمة رفقة عائلتها هي التي تحرر لنا القضية الوطنية، أو تضمن لنا السير الاجتماعي في الأقاليم الجنوبية. دنيا باطمة زعزعت السير الاجتماعي داخل الدولة المغربية، وشككت في 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 رجالات القضاة وأسأت القضاء. وبالتالي الخروج ديال خالة دنيا باطمة بداك الوابل ديال السب تستهدفنا وتتسمينا بالسمية، هذه جرائم يعاقب على قانون، واعتقد انها تاخذ الاجراءات حقها، لان القانون واضح ولا يعذر احد بجهل القانون. لا شك اللي تمادت في هذا، حنا عاذرين الانهيار الذي يعيشونه، وربما هذه كما تيقول المثل الشعبي هذا دوك الاشواط الاضافيه هي متورطه، والعالم كله يعرف المتورطه، وغادي العداله وستقف امام قفص في قفص الاتهام، وستحاكم محاكمة القرن كباقي المتهمين الذين أدينوا بعقوبة قاسية. كاين بعض القائمين اللي ما تعتقلوش، أو جهات تحاول تمويه الرأي العام والجهات الأمنية والقضائية تحاول فتح حسابات جديدة بحجة أن هذا الحساب باقي مفتوح. هاد الناس اللي أدينوا بعقوبة سلب الحرية أو حتى باطمة أو عيشة عياش أو سيحاكمون بما وجد في هواتفهم بما كانوا يفعلون. أما الحساب باقي مفتوح، راه أي واحد يمكن يفتح حساب واحد وثلاثة وعشرة وخمسطاش،
والمحاكم لا تحاكم الناس بما يوجد على مواقع التواصل الاجتماعي. انت راه عندك حبزه موبي جوج، لا انت عندك ثلاثه، تيكون المشتكى به موضوع مشابه فيه، تيتم التحقيق معه في ملف ما، ويتم عرض الهاتف ديالو على خبره، ان تم التورط ديالو راه يحل النيابه العامه او العداله، ان كان ليست له علاقه ليست له علاقه. دنيا بطمة تحاول تأثير على الجهات القضائية من خلال استقطاب مجموعة ديال القنوات اليوتيوبرز الذين يعيشوا في دول المهجر، وكذلك من خلال الخروج ديال الخالة ديالها بالسب والقذف والنيل بشرف مجموعة ديال المواطنين ووصف بهم بالانفصاليين، وهذه جريمة. ربما نتقدموا شكاية للسيد الوكيل العام رئيس النيابة العامة لفتح التحقيق مع الخالة ديالتها، لأن وصفت الشعب المغربي كله بالانفصاليين، وهذه أكبر جريمة ارتكبتها هاد الخالة ديال دنيا بطمة. دار شكاية للنيابة العامة وحيلت الشرطة، لم يتم الاستماع إلينا، وشكيتها قيدية تحاول أن نقف ولا نستمر في هذا الملف بعدما باتت محاولتها بالفشل، حينما حاول استمالتنا عن طريق مجموعة من الأشخاص عرضوا علينا أموالا وادعوا أن لها علاقات خارجية، وعرضوا علينا مجموعة من المغريات مقابل الكف، ونقفوا على الملف ما نحاولوش نزيدوا، ما نخرجوا وسائل الإعلام، نسحبوا النيابات ديالنا ديال مركز الوطني لحقوق الإنسان، نحيدوا الدفاع ديالنا ونخليوها هي تحل المشاكل ديالها. حنا رفضنا وغنواصلوا هذا الملف عبر دفاعنا وعبر التواصل مع وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام شريك في العمل الحقوقي، وغنواصلوا هذا الملف على مستوى الاستئناف الابتدائية والاستئناف والنقض الإبرام، وسنقوم بفضح زمرة الفساد والمفسدين أينما حلوا وارتحلوا، ولا تهمون علاقتنا علاقتها أو من كانت تنشد لهم بالخليج أو من تدعي علاقتها معهم بالخليج. سنقوم بالاستمرار في هذا الملف ولا نترجع مهما كلف الأمر. أما الشكاية ديال دنيا بطمة شكاية كيدية، وخير دليل أنها دعت مواقع ديال الصحافة، عدة مواقع دعتهم ودوك الشكاوي ديالهم خرجوا انه كيدين، تحاول ترهيب الراي العام، وتحاول من خلال هذه الشكايات والدعاوي الشكايات المباشره تمويه الراي العام ان لها علاقات، وتحاول ترهيب الصحافه باش الصحفي ولا الصحفي ما يقدرش يكتب بشي موقع ولا شي الصحافه المقروءه او مسموعه، وتحاول ترهيب الهيئات الحقوقيه وأن لها ذلك. سنتابع هذا الملف مهما كلفنا الأمر. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.